راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في صوت الولايات. الحلقة دي بنخصصة لمتابعة أخبار الموسم الزراعي المطري بولاية جنوب دارفور، وبنلتقي من خلاله المهندس حماد محمد موسى المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والغابات بولاية جنوب دارفور. ولاية جنوب دارفور من الولايات الزراعية الرعوية، مساحة صالحة للزراعة 18 مليون فدان، المستهدف هذا العام 8 مليون فدان. بحمد الله يعني بتطبيق الطغانات ووفرت الطغانات الحديثة وتدخل شركاء العملية الإنتاجية، الرقعة الزراعية دي ممكن تزيد يعني تحصل 10 مليون فدان. نعم، يعني التوقع أنه ممكن يعني الرقعة الزراعية المستهدفة 8 مليون فدان ربما يكون الفعل على الأرض الواقع تجاوزه. نعم أكيد، لأنه نحن حسب توقعاتنا، لأنه السنة الحمد لله الأمطار كانت يعني منتظمة وبصورة ممتازة جدا، رغم وجود بعض السيول والفيضانات تحت بعد المزارع 65 ألف فدان، ولكن نحن بحساباتنا أنه حتى كان فيها فيضانات زرعت محاصيل أخرى من جديد، محاصيل سريعة النضج، وتم توزيع كمية معتبرة من المحاصيل سريعة النضج ومحاصيل الخضر يعني الخريفية. احنا الحمد لله الآن في استعداد لبري هارفست، مسح الزراعي قبل الحصاد لمعرفة تنبؤاتنا في أنه المساحة المزروعة، وبيكون لنا يعني مؤشر لأننا بعد ذا نعرف المساحة بالضبط اللي تم زراعتها وكده. يعني كده خلينا نتكلم شوية عن التركيبة المحصولية في ولاية جنوب دارفور. حقيقة احنا عندنا التركيبة المحصولية، احنا اساسا يعني عندنا الفول السوداني كميزة نسبية، احنا عندنا مساحة كبيرة جدا من الفول السوداني، ومن الناتج القومي 41% ونمثل من الفول السوداني في أراضي الجوز، وأراضي واسعة جدا في ولاية جنوب دارفور. كذلك عندنا الذرة بأنواع، الذرة والدحمة، درفع قدمك، طابت، كل الأصناف المحسنة. بس أنا الحمد لله تم توزيع أكثر من 150 طن من التقاوي والدحمة ودرفع قدمك في ولاية جنوب دارفور، بالإضافة للأخوان في المنظمات الثانية وزعت الدخن عشانه، صنف عشان الصنف سريع النضج في مناطق الشمالية، والحمد لله هنالك تعاقد مع أخواننا في المنظمة الدولية للصليب الأحمر ICRC في مساحة 1560 فدان من بذور مختلفة، شغل بتاع إكسار بذور، والحمد لله السنة يعني أتوقع أن الإنتاج يكون عالي جدا في ولاية جنوب دارفور، مختلف الأصناف يعني فيها الدخن، في حتى فيها السمسم والفول السوداني، وفيها الذرة بطانة والدحمد، وزعت للجمعيات وللتجمعات الزراعية في الولاية وللمزارعين يعني في شكل تجمعات. نعم. هل وزارة الزراعة يعني تدخلات مباشرة في خيارات الفلاحين لنوعية التركيبة المحصولية اللي بيركزوا عليها في كل موسم؟ ده دور طبعا احنا كتدخلنا احنا كوزارة من ناحية فنية، وتدخلات تطبيق التقانات الحديثة من أهمها التقاوي. احنا بنرشد المزارعين انه يتبنوا التقاوي المنتجة عالية الانتاج والمؤغلمة حسب تغيرات المناخية الموجودة، أنه في نباتات أو في محاصيل مثلا زي أرفع قدمك وبطانة سريعة النضج، يعني دي تزرع في المناطق الأمطارة، المناطق الشمالية الأمطارها يعني من 250 إلى 400، المناطق الجنوبية نحن نزرع فيها المحاصيل ذات الليت ماتيور أو
الأصناف الطويلة النضج أو طويلة دورة الحياة طويلة، يعني 120 يوم، والدحمة طابت، وكذلك الفول السوداني يعني برضه محتاج لي فترة طويلة. دي الأصناف. ونحن حقيقة عندنا مزارع إضاحية في كل المحليات، وعندنا مرشدين منتشرين في كل المحليات وتبنوا المزارعين هذه التقانات، وأصبح المحاصيل التركيب الموجودة أصبحت لهم واقع. نحن صحيح يعني في من السنة الماضية دخلنا الأرز الهوائي في 3 محليات، والسنة وزعناه ل6 محليات، والحمد لله يعني الآن بقي تطبيقه ممكن يكون منتشر في كل الولاية بإذن الله. نتوقع أن العام القادم يكون إنتاج وفير لتقاوي الأرز، وتوزع إن شاء الله للولاية بصورة كبيرة إن شاء الله. نعم. حدث في العالم كله التغير المناخي، ممكن ده انعكس بصورة واضحة جدا هذا العام من خلال السيول والفيضانات اللي اجتاحت العالم، ومن بينها السودان وجنوب دارفور يعني كانت جزء من ذلك. هذا التغير المناخي يعني فرض سياسة زراعية جديدة في العالم كله كده. خلينا نتحدث عن رؤية وزارة الزراعة في جنوب دارفور لمواكبة التغير المناخي. نعم، حقيقة في العالم كله حصلت تغيرات المناخية وأثرت كثيرا في حتى في دورة حياة النباتات، وده بيتطلب أخواننا في هيئة البحوث الزراعية بالوقوف على الأصناف واستنباط أصناف ممكن تكون متأقلمة مع التغيرات المناخية. يعني بعني أنه يعني ممكن يكون بداية الزراعة 15/6 مثلا، أو يعني بعد ذاك النباتات ذاتها تكون متأقلمة يعني لأنه يعني شهر 8 مثلا هطلت أمطار كثيرة جدا، حصل فلود لبعض المناطق ولبعض الحلاف، فنحن متطلب يكون في طغانات موائمة لهذه التغيرات المناخية. نحن في ولاية جنوب أثرت كثيرا، ولكن في المناطق الشمالية الحمد لله يعني السنة يعني عادت كما هي، يعني من يعني الأمطار كانت قليلة جدا، لكن السنة الحمد لله وصلت 600 مليمتر في المناطق الشمالية، ده تخلي يعني ما حصل في تاريخ الولاية يعني. فنحن السنة إن شاء الله يعني متوقعين أنه تكون هنالك يعني إنتاج وفير لكل المحاصيل الموجودة. ده بيتخلينا نحن برضو تغيرات المناخ أثرت كذلك على ظهور الآفات. حقيقة نحن عندنا آفات. نعم نعم. أنا حقيقة داير أتساءل عن جزئية تانية. يلاحظ إنه دخلت ميكنة زراعية بكميات كبيرة جدا بخلاف المخطط له عبر الوزارة، فكده بعد يعني أن تعطي يعني توضيح للمستمعين عن حجم التقانات أو الآليات الزراعية التي دخلت ولاية جنوب دارفور، نشوف إلى أي مدى هذه الميكنة متناسبة ومتلائمة مع التربة في ولاية جنوب دارفور. حقيقة أن احنا من هنا نشيد بأخواننا في الشركات الهندسية في ولاية جنوب دارفور، أكثر من 6 شركة موجودة في جنوب دارفور بتقدم يعني أنواع من الآليات الزراعية لفلاحة المحاصيل وخدمة الأرض والجرارات يعني بمختلف قدراتها. يعني احنا حقيقة ولاية جنوب دارفور زي ما ذكرت انه مختلفة، يعني فيها طبقات من الترب، يعني انواع من الترب موجودة من الاراضي الخفيفة لحد الاراضي الثقيلة المشققة. يعني احنا في تقديرنا ان احنا عندنا وحدة هندسية كاملة وبتقانات، عندنا مركز بتاع نقل التقانة، جربنا فوق كل الآليات الموجودة في جنوب دارفور واستصلاح الأراضي حتى الأراضي العتامير وأراضي النقعة. السنة يعني الحمد لله تم فتح مشروع جميزة في مساحة 500 فدان تم زراعتها بالتقاوي، دي أراضي نقعة. حقيقة نحن كل التقانات دي موجودة عندنا وتبنوها الأخوان المزارعين.
هؤلاء الناس قدم يعني عبر البنوك يعني هنالك تم بواسطة وزارة الزراعة وأخواننا في المنظمة العربية تمويل أكثر من 20 جمعية بكامل الآليات الزراعية بتسهل عملية الإنتاج فيها 5 وحدة كل حزمة فيها 5 وحدة فيما فيها التركتر إن شاء الله. الثاني باقي الآليات أكثر من 1000 تركتر حقيقة موزعة في ولاية جنوب دارفور خدمة خاصة، ودينا نحن بنرشدهم في عمليات البيونة في المركز بتاعنا على الطغانة لضبط آلياتهم وكده ومعايرة هذه الآليات، وجزء كبير جدا منها من 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 ال من من الآليات دي أو من الشركات دي ماسكين أخواننا في تابعين لوزارة الزراعة أو يعني اشتغلوا شغل البرايفت سيكتور في هم يعني مهندسين زراعيين حقيقة. شكرا جزيلا باشمهندس حماد محمد موسى المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والغابات بولاية جنوب دارفور، حدثتنا من خلال هذه الحلقة في صوت الولايات. حتى الملتقى مستمعينا الأفاضل بنقول لكم في